رأيت أحدا عاصيا مقبلا على المعصية. وأنا أقول هذا الكلام أحيانا، يصلني يا جماعة بعض الرسائل من بعض الناس سواء شباب أو فتيات، ويقول يا شيخ أنا فعلت أنواع المعاصي، أنا سرقت، أنا ضربت، أنا وقعت في أنواع من الفواحش، أنا كذا، وأظن أن الله لن يغفر لي. خلاص، مع شدة وقوعي وكثرة وقوعي في المعاصي أظن أن الله لن يغفر لي أبدا. وأتعجب وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمنع الله تعالى من القنوط من رحمته، بل إن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أو إغلاق الأبواب على الناس هو من أعظم الذنوب، ربما كان أعظم من المعصية التي يقع فيها الإنسان. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. يا جماعة، مهما كان الإنسان وقع في أنواع من المعصية إلا أنه يبقى في قلبه بذرة خير تدعوه إلى الخير، بمعنى أن هذا الرجل قتل 99 نفسا ومع ذلك حدثته نفسه بالتوبة. ربما لو أن أحدا منا رأى ورأى أن هذا الرجل مترطخ بالدماء يتم هؤلاء الأطفال ورمل تلك المرأة وهتك ذلك العرض، وربما تلك المرأة لما قتل هذا الرجل زوجها وقعت في أنواع من الفواحش، نقول أنت أفسدت 99 بيت وقتلت 99 نفسا ثم تريد أنك تتوب. دليل أنه حتى لو كان في قلبه شر 99% إلا أن في قلبه خير 1%، ينبغي علينا أن نستثمره وألا ننساه. حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، قال يا جماعة أريد أني أستفتي، أنا عندي فتوى أريد أني أسأل. قالوا طيب تسأل من؟ قال أعطوني أعلم واحد على وجه الأرض. فدل على رجل عابد، الذين دلوه لم يدلوه على رجل عالم، رأوا لهم رجلا عليه سيم الخير والصلاح ويبكي ويعني وربما كان ملتحيا ومقصر ثوبه وكذا، فقالوا أنا أسأل هالرجل. وذلك الرجل لم يكن عالما، إنما كان فقط عابد. والعباد اللي فقط شغله عبادة دون أن يكون، مهما رأيت أحدا عاصيا مقبلا على المعصية. وأنا أقول هذا الكلام أحيانا، يصلني يا جماعة بعض الرسائل من بعض الناس سواء شباب أو فتيات، ويقول يا شيخ أنا فعلت أنواع المعاصي، أنا سرقت، أنا ضربت، أنا وقعت في أنواع من الفواحش، أنا كذا، وأظن أن الله لن يغفر لي. خلاص، مع شدة وقوعي وكثرة وقوعي في المعاصي أظن أن الله لن يغفر لي أبدا. وأتعجب وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمنع الله تعالى من القنوط من رحمته، بل إن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أو إغلاق الأبواب على الناس هو من أعظم الذنوب، ربما كان أعظم من المعصية التي يقع فيها الإنسان. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. يا جماعة، مهما كان الإنسان وقع في أنواع من المعصية إلا أنه يبقى في قلبه بذرة خير تدعوه إلى الخير، بمعنى أن هذا الرجل قتل 99 نفسا ومع ذلك حدثته نفسه بالتوبة. ربما لو أن أحدا منا رأى ورأى أن هذا الرجل مترطخ بالدماء يتم هؤلاء الأطفال ورمل تلك المرأة وهتك ذلك العرض، وربما تلك المرأة لما قتل هذا الرجل زوجها وقعت في أنواع من الفواحش، نقول أنت أفسدت 99 بيت وقتلت 99 نفسا ثم تريد أنك تتوب. دليل أنه حتى لو كان في قلبه شر 99% إلا أن في قلبه خير 1%، ينبغي علينا أن نستثمره وألا ننساه. حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، قال يا جماعة أريد أني أستفتي، أنا عندي فتوى أريد أني أسأل. قالوا طيب تسأل من؟ قال أعطوني أعلم واحد على وجه الأرض. فدل على رجل عابد، الذين دلوه لم يدلوه على رجل عالم، رأوا لهم رجلا عليه سيم الخير والصلاح ويبكي ويعني وربما كان ملتحيا ومقصر ثوبه وكذا، فقالوا أنا أسأل هالرجل. وذلك الرجل لم يكن عالما، إنما كان فقط عابد. والعباد اللي فقط شغله عبادة دون أن يكون عنده علم، هذا يحكم في الأمور بعاطفته لا بعلمه،
مثل ما ذكروا أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان يعني قد صارت جبهته كركبته من شدة سجوده وكثرة عبادته. فيوم من الأيام وهو يصلي أقبلت إليه فأرة يعني تؤذيه أو كذا، فحمل حجرا بجانبه في صلاته وضربها وماتت مكانها. فلما انتهى من صلاته قال له الشيطان: اتق الله، قتلت مخلوقا يسبح الله ويحمده ويستغفره، كيف تتوب الآن من هالمعصية وتقتلها وأنت تصلي؟ ربما أنها جاءت تائبة هذه الفأرة، ربما أنها كان عندها معاصي وأقبلت تسمع الذكر وتسمع القرآن، كيف تطردها من رحمة؟ وبدأ الشيطان يلعب بعقله، فأخذ تلك الفأرة ووضعها في عمامته وربط عليها، رفعها فوق رأسه. يقول: وظل شهرين كاملين وهي مربوطة في عمامته يصلي بها، يعني توبة مما فعل. طيب هذا عقل يا جماعة، تصلي بنجاسة وتضع فوق رأسك نجاسة لأنها ميتة وهي نجاسة بلا شك، لكن لعب الشيطان بعقله، ولأنه ليس عنده علم شرعي، وإلا معروف أن الفأرة هي الفويسقة وتقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الفأرة، يقول: إنها تحرق على أهل البيت بيتهم. يعني أحيانا يكون الناس قد أشعلوا حطبا وتأتي الفأرة وتقضم عودا من هذا الحطب وتجره ثم تهرب، فربما هذا العود لما جرته فيه لهب نار فوضعته على يعني شيء من ألحفتهم أو من ملابسهم فيحترق البيت عليهم بسبب فأرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عند النوم أن تطفأ النار، قال: فإن الفويسقة تحرق على أهل البيت بيتهم. فإذا كان الإنسان عنده علم علم أني أنا أقتل الفأر وأنا أصلي ما في مشكلة، أقتل العقرب، أقتل الحية، أقتل أي مؤذي وأنا أصلي ما في مشكلة. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مر في الحرم سأله شخص قال: يا شيخ أنا كان معي شنطة فيها فلوس وجئت مرة بصلي وضعتها أمامي سترة الشنطة، فأقبل إنسان وأنا أصلي وحملها وذهب بها، فقلت في نفسي: يا ربي صلاتي أو مالي، تدري صلاتي أعظم عندي وكملت صلاتي وذهب مالي، يا شيخ فما هو الحكم؟ فقال الشيخ: أنت تستحق أن يؤخذ مالك لأن عقلك صغير. قال: يا شيخ اقطع صلاتك. قال: نعم اقطع صلاتك، اقطع صلاتك وأدرك مالك. إذا كان يا جماعة من أتى ليقطع علي صلاتي وأنا أصلي بيمر أمامي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليدفعه، ثم قال: فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان، وفي رواية: فإنما هو شيطان. فإذا كان أنا ما أسمح لواحد يقطع صلاتي أمامي وأدفه أنشغل بالصلاة، فما بالك بمن يأخذ مالي ويذهب به. فدل هذا على أن العلم هو الأصل وليس العاطفة. هذا الرجل يا جماعة الذي قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض، قالوا له: ما نعرف إلا فلان الذي قد قطع الأرض سجودا وعبادة، اذهب واسأله. فجاء إلى هذا الرجل، فلما انتهى الرجل من عبادته سأله هذا الرجل اللي قتل 99 نفسا، قال له: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ أقدر أتوب؟ فنظر إليه وقال: 99 نفس، قتلت 99 نفس؟ قال: والله قتلت 99 نفس، لي توبة ولا لا؟ قال: ليس لك توبة، 99. هذا العابد يا جماعة لو أنه يوما يمشي ووطأ برجله على نملة وماتت ربما صار شهرين متتابعين توبة من ذلك، ويرى أمامه رجلا يقتل 99 نفس، قال: ما لك توبة؟ فحمل السكين وطعنه، ما دام خربانة خربانة وأن ضيقت صدري بهالفتوى وهذه طعنة، وقتله. فلما قتله ومضى حدثته نفسه بالتوبة. وهذا يا جماعة يشجعنا على أن الإنسان مهما عصى ومهما وقع في المخالفات الشرعية إلا أننا نحن ينبغي ألا يحول معصيته بيننا وبين دعوته إلى الله. وقد قابلت عددا كبيرا من الناس عندهم أنواع من المعصية ثم إذا ذكرته ببعض الخير أقبل عليه. يعني أنا أذكر حضرت مرة احتفالا للإخوة في المنتدى الإسلامي، لهم نشاط في أفريقيا ولهم نشاط في بريطانيا، نشاط دعوي بناء مراكز إسلامية ومساجد. ففي أثناء اللقاء يعني كانوا يعرضون شيئا من نشاطاتهم، في شخص سبحان الله كانوا مجلسين في صدر المجلس وهو رجل ليس عليه
يعني سيما الخير، يعني واضح أنه مدخن، ثوبه يسحب، شكله يعني ما هو يعني طالب علم ولا شيخ ولا حتى رجل يعني تقول فيه سيما الخير. حتى أنه لما قالوا اقلطوا على الغداء دخلنا نتغدى وطلع هو يدخن، فقلت في نفسي هذا يعني غريبة جيدة يعني. فسألت واحد من الإخوة القائمين على المنتدى، قلت له يا أخي أنا رأيتكم تحتفون بذلك الرجل، وما في بأس تحتفون به، يعني يا أخي لو احتفيت بكافر ما في بأس، يهودي يجوز أنك تقول يا مرحبا وتفضل وتصب له الشاي والقهوة، لكني رأيتكم احتفيتم به بشكل ملاحظ يعني أكثر من احتفائكم بغيره، فما السبب؟ قال لي شفت هالرجال اللي البكيت في مخباته وطلما لما دخلنا نتغدى طلع يدخن؟ قلت نعم. قال هذا قد بنى عندنا مجمع كامل في الدولة الفلانية في أفريقيا، وبنى معه مدرسة ومسجد يعني ودار تحفيظ، وسكن للإمام المؤذن، وسكن للطلاب، ومستوصف للمسلمين ولدعوة النصارى. يقول كلف هذا البناء قرابة 10 مليون ريال، وأبى أن يدخل في هذا البناء أي ريال من غيره من المتبرعين، يقول ما أبغى إلا أنا. ولما أردنا أن نشكره اليوم في الاحتفال أبى وقال والله ما عاد أدعمكم ولا ريال لو ذكرت اسمي. وإلى الآن هو اللي يدفع رواتب الأئمة والمؤذنين والأطباء في هذا المكان، هو اللي يدفع التكلفة التشغيلية، وتقول لي هذا ما يحتاج الاحتفال. فقلت في نفسي سبحان الله، هذا الرجل المخلص الذي دفع هذا المال وهو لا يريد أن يخرج اسمه في صحيفة ولا أن يكتب اسمه في إعلان ولا أن يذكر ولا أن يشكر، حتى قالوا أردنا أن نعرض له ونقول ترى من تبرع فلان، قال والله ما تقولون ولا كلمة، أبحضر عادي وأجلس مع الناس عادي وأطلع. هذا الرجل يا جماعة لولا أن في قلبه إيمان وحب للخير وحرص على الطاعة لما فعل ذلك. إذا لو أتى إنسان منا وتعامل مع هذا الرجل على أنك إنسان عاصي واقع في المعاصي وإنسان مدبر عن الدين وأنك ما تستحق إلا السلام بطرف يدي، ربما بقية الإيمان التي في قلبه التي دفعته إلى هذا العمل الصالح ربما زالت بتعامل